مع تصاعد موجة الاقتحامات الاحتلالية للمسجد الأقصى المبارك، بات الرباط في رحابه عقيدة الفلسطينيين ونهجهم، والحصن الأخير عن واحد من أهم الثغور في القدس، ردا على تغول الاحتلال ومستوطنيه عليه وتصاعد الإجراءات التهويدية بحقه. أنا بناشد كل المقدسيين، بناشد كل العيال المقدسية إنه من كل عيلة ينزل لو فرد إنه يرابط في المسجد الأقصى، والرباط فرض عين على كل مسلم، بدل ما المستوطن ينزل وياخذ مكانك انزل أنت، انزل ورابط بالمسجد الأقصى. إحنا المقدسيين خط دفاع أول ما ربنا بده يسألنا إحنا. وبناشد كل العالم إنه بالأعياد اليهودية إنهم يشدوا للرحال للمسجد الأقصى، بناشد أهلنا خاصة أهلنا في 48، يعني إنهم ما شاء الله عنهم ما بأثروا إنهم يهبوا للرباط ولنصرة المسجد الأقصى في الأعياد اليهودية. الآلاف شدوا الرحال من كل فلسطين ليدافعوا عمن اصطفاه الله ليكون منتهى رحلة الإسراء الأرضية ومبتدى رحلة المعراج السماوية. لبوا دعوات الرباط في رحابه المقدس ردا على الدعوات العنصرية لتدنيس قدسيته بطقوس دعاة التطرف ورسل العنصرية خلال ما يعرف بعيد الأنوار اليهودي الذي يبدأ في 18 من كانون الأول الجاري. ونحن ندعو جميع المقدسيين والمناطق المحيطة في مدينة القدس من الداخل المحتل وأبناء الضفة الغربية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في ظل الدعوات الاستيطانية لاقتحامات مشددة ومكثفة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وهي يعني تأتي في سياق تحدي الاحتلال وتحدي المستوطنين بالتواجد بقدر كبير داخل باحات الأقصى من أجل التصدي لهذا العدوان الغاشم من قبل المستوطنين. في كل يوم وفي كل لحظة يسطر المرابطون في رباطهم آيات الصمود ويبعثون رسائل إلى المتربصين بالمسجد الأقصى من غلاة المتطرفين الباحثين عن حق مزعوم في أرض المسرى والمعراج. سنبقى مرابطين وعن أقصانا مدافعين في رحاب مصر نبيهم، أدوا صلواتهم وعاهدوا الله أن يفدوا مسجدهم بالأرواح والمهج في وجه طغاة العصر التائهين في الأرض بأمر رباني. ليالي عيد، مدينة القدس.